تعرف يا استاذ طارق، وانا ببص في فقرات المهرجان بالذات الفقرات الخاصه بالهيئه اصول الثقافه والاطفال القومي. مهمه جدا لقيت اطفال جداً. يعني انا لقيت مواهب. اولا في عرض ايقاعات شرقيه كان في طفل ايهم ده عنده 9 سنين، ولقيت الفرق بتاعت قصور الثقافه اللي جايه من المحافظات البعيده بتعمل عروض في العالمين. ايه تاثير المهرجان ودعوه هذه الفرق للمهرجان في الكشف عن مواهبها، وان هي كانت حاسه ان هي مغموره دلوقتي بقت في الواجهه؟ انت بتقدم للعالم ابداعك. والابداع مش مصر، مش القاهره بس. لا، الابداع موجود في الصعيد، موجود في وجه بحري، موجود في النوبه، واخد بالك، في مرسى مطروح موجود. فانت لازم تقدم في العريش موجود، لازم تقدم بانوراما لمصر، جمال مصر، تعددها طبعا النغمي والدرامي والابداعي والموسيقي. يعني كل ده، كل دي نغمات مصريه. احنا احيانا بنعتقد ان النغمه قاهريه، لا، جمال النغمه المصريه في محليتها، انها مصريه. مصريه بكل تنوعاتها. وتستقبل كل الانماط. وتسعد بكل الانماط. لما يجي لك منير من الصعيد الجواني من النوبه ويقدم ابداعه، ايه هو مصر، مصر، واخد بالك. ومن زمان احنا داخلين على 50 سنة بالنسبه لمنير مثلا يقدم ابداعه الجميل ده. فانت لازم تقدم كل الانماط دي مع الاطفال. انا سعيد جدا جدا بفكره النبته، فكره انك انت عينك كانت على الاطفال. طبعا. وخد بالك، ما يرضي الاطفال بيرضي الكبار. يعني ايهم 9 سنين، الحقيقه موهبه جميله. اذا المهرجان نفسه ممكن يتحول الى مصنع لصناعه نجوم جدد. يعني مواهب كانت موجودة في المحافظات واحنا مش حاسين بيها هتبتدي تتصدر المشهد، فدي ميزة اخرى في المهرجان. صح صح، انك انت بص، ده بتقدم للعالم تنوعاتك الثقافية والابداعية. وبالذات لما الجزء بتاع الاطفال، لانه نادرا هو في مهرجانات اطفال. في مهرجان سينما الاطفال. اوكي. لكن مفيش مهرجان كبير بيعمل جزء مهم من فعالياته للأطفال. فأنت في وسط الأضواء الكتيرة دي والأغاني والحفلات والمسرحيات، عينك على الطفل طبعا. وما يعني إيه ما يتفاعل معه الأطفال غالبا عن تجربة، هيحبوا الكبار، احنا بنحبه. طبعا. ده حقيقي. في حوالي 10 مسرحيات بتعرض في المهرجان، يمكن ابرزهم وتعرض تباعا كمان، او تعرض تباعا طبعا. على مدار الفترة الجاية حاليا في الوقت ده في مسرحية حبيبتي من تكون. دي عن السيرة الذاتية للفنان الراحل. انا المسرحية شفتها قبل كده، فرصة ان حضرتك شفتني. انا شفتها في الرياض، كان خيري بشارة المخرج. تعرف خيري مخرج سينمائي قد الدنيا. طبعا، ده عظيم طبعا، وهو مكتشف البطل. مظبوط. اول مرة يخرج مسرح. ولكن ما كانش يعني ما يحسسكش ان هو الاول مرة. لا، فيها روحه وخفة دمه. طبعا. وانا فاكر، انت عارف، هو بس المسرحية مش بس اتعرضت. كان في عاملين بانوراما كده على الجنب لملابس عبد الحليم. الله. فتتذكر بقى. طب عملوها هنا في العالمين برضو؟ لا، دي مش متأكد منها. يعني كان في اتفاق مع محمد شبانة. واخد بالك، طبعا يبقى عمه عبد الحليم. وعمل انه كان في استعراض. اتمنى ده يحصل، انك انت هتفاجأ مثلا بجواز سفر عبد الحليم. اخر جواز سفر. اخر جواز سفر كان ينتهي يوم 30 مايو، كويس؟ مع رحيله. في عام رحيله. مع رحيله، يعني يوم رحيله يوم انتهاء جواز سفر 77. واخد بالك، كأنه جواز سفر للحياة. وكأنه فعلا هو بيودع الحياة يعني. رأيك ايه في المسرحية بشكل عام يا استاذ طارق؟ يعني ايه المغري، ايه المحفز للجمهور انه يروح يشوفها؟ انه يعيش زمن عبد الحليم، واجاد البطل الطويل. يعني شفت انت، كلنا يعني مش شرط تبعيش الزمن. لكن كلنا عارفين انه في كمال الطويل، في مدير مراد. في محمد الموجي، في كامل الشناوي، في كامل الشناوي، في اسماء كتيره جدا. لعبت ادوار محوريه. في صلاح جاهين، في كل العمالقه دول. فانت شايفهم في البانوراما اللي قدمها. واكيد يعني خيري سميع يعني. انا وعمل مسرحيه بلغه سينمائيه كمان. فده طبعًا شيء مميز طبعا، كان فيه مش نادر يعني. كان في جزء تداخل بين الشاشه وبين المسرح مع ايقاع حلو، مع جيل جديد من الممثلين اللي كنت اول مره يعني اقابلهم.